الحمد لله الذي اقرارا بنعمته ولا اله الا الله واخلاصا لرحمن جديه وصلى الله على محمد السيد بريته وعلى الاسقياء للاطراط اما بعد فقد كان من فضل الله على الانام ان اغناه بالحلال عن الحرام فقال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتناسلوا وتقصروا فإن يباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقف وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وصلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين أنكحت موكلتي موكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي موكلي على المهر المعلوم قبلت تزويج موكلي على المهر المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي موكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح والتزويج موكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي موكلي وقالت عنها وعن أبيها للمهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت تزويج لموكلي على المهر المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح وتزويج لموكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي بموكلي وقالت عنها وعن أبيها على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم زوجت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت تزويج لموكلي على المهر المعلوم أنكحت وزوجت موكلتي بموكلي على المهر المعلوم قبلت النكاح وتزويج لموكلي على المهر المعلوم أنكحت موكلتي بموكلي وقالت عنها وعن أبيها للمهر المعلوم قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم صلى الله على محمد وآل طيبين الطاهرين المعصومين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قیامت آباد شاد فرمائے اللہ تعالی خاص رحمت برکات نازل فرمائے اللہ پاس اتفاق تہاں پیار الفجر رہدی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی خاص رحمت برکات نازل فرمائے اللہ جنوں کی مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالی ہمارے ہر کس کی خود محافظت فرمائے اللہ تعالی سنا بھی بلیات محفوظ
معمول فرما هرگز به آزمایش امتحان حاسات المحفوظ معمول فرما محمد و آل محمد عزت احمد واسل حال رحم و کرم فرما حاضرین محفل حال رحم و کرم فرما سارے دوستوں کا آپس اتفاق اتحاد پیار رہن دی توفیق عطا فرما حاضرین جتنے بزرگان جہان تے انتقال فرما چکے بلا خاص برادر محترم جناب علی اصل قومی صاحب جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما انہاں دی قبر کو روشن منور فرما انہاں دے والد محترم علامہ فردوس نچھی دے بھی درجات عالی اور متعالی فرما محمد والد محمد عزت احمد واسع دار حالت رحم و کرم فرما سیرت احمد واسع دین دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما محمد والد محمد عزت احمد واسع زندگی دے ہر قسم دی خوش آنائد فرما ہر قسم دے دکھ مصیبتیں تکلیفیں پریشانی کو بیمار کو محفوظ معمول فرما اپنے والدین نے فرما بردار بنا محمد والد محمد عزت احمد واسع حاضرین دے تمام دل نیک شری حوائج پورے فرما جتنے مومنین دے بچے امتحان دینے پائیں یا امتحان دی تیاری مصروف ہیں اچھے نمبر کامیابی نصیب فرما سب دین دے دنیا دی بھلائی نصیب فرما سیرت احمد معصومین دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما سب دی زیارت مشرف فرما محمد والد محمد عزت احمد واسع حالت رحم و کرم فرما بلا خاص محمد محسن خان دے حالت رحم و کرم فرما انہاں دے گھراں دے اپنی خاص رحمت برکات نزول فرما انہاں دے والدین دے سایہ اس طرح دے قائم و دائم فرما انہاں دے اپنے والدین دا فرما بردار بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے نبی و آل طاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین خیر مبارک بنے فرمان آوے یار یار کوئی موبائل تے سسا کرن ہو رہا ہے آ درا ماشي ماشي
ठीक है निकी दफा कदम अल्लाह तो सलामत रखे बाबा अल्लाह रसूल दे वेल घोड़ दे वेल सिर दे वेल अल्लाह रसूल दे वेल आओ देख के निकल तेरी मर्जी हो है मर्जी है अल्लाह रसूल दे वेल नौशा घोड़ दे वेल मजा के रखने अल्लाह रसूल आखर के पमन दे करता है को काम में छुट्टी नहीं वदी थी डॉक्टर साहब हाँ वे ख्याल करे वे गरीब बेचारा ठीक है हूं बटवा मकसद बटवा खड़ो ये आ गया छड़े जो हां भाई यार बान यार मिल दे तू पैसे ले ले पैसे आ पे आ दे मिल दे बना सब तक ख्याल करें जी आओ
ਇਹ ਹਾਲੀ ਝਲ ਖਾ ਜੀ ਹਾਲੀ ਝਲ ਖਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਵਾ ਪਈ ਤੱਲੋ ਫਵਾ ਜਾ ਤੱਲੋ ਪਵਾ ਜਾ ਤੱਲੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿ ਝਲ ਖੜਾ ਧਾ ਤੱਲੋ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾ ਉਤੋਂ ਮਾਰਾ ਸੇਰੇ ਬਲਾ ਉਤਾਂ ਰੱਖੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਸੇਰੇ ਨੇ ਆਵ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲ ਪਟਿਆ ਨੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ ਮਸਲਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲੇ ਖੈਰ ਬਾਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਦਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਤੀ ਪਿਆ ਤੰਬਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾ خیر خیر ਸਹੀਓ ਨਾ ਦਵਾ ਉਹ ਆਖੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਜਾ ਨਾ ਖੈਰ ਇਵੇਂ ਜੀ ਸੁਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਦੋਲ ਚਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ੇ ਬੇਸ਼ੇ ਟੈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਬਾਨਾ ਮਾਮਾ ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਜੀ ਕਿਉਂ ਬਲਾ ਆਖੋ ਪੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇਲ ਨੌਸ਼ਾ ਗੋੜ ਦੇ ਵੇਲ ਸੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੀ ਵੇਲ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇਲ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇਲ ਨੌਸ਼ਾ ਗੋੜ ਦੇ ਵੇਲ ਸੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੀ ਵੇਲ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇਲ
ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਦਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਰ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ ਕੀ ਕਰਨ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇ ਨੌ ਸ਼ਾ ਘੋੜ ਦੇ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇ ਨੌ ਸ਼ਾ ਘੋੜ ਦੇ ਵੇ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇ ਨੌ ਸ਼ਾ ਘੋੜ ਦੇ ਵੇ ਸੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਵੇ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇ ਫੋਟੋ ਕਹਿਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰੇ ਚਲੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।